المبدع طبعا عند اعمال مو بس هذه المسرحيه، في عروضات ثانيه كانت اذا ما يذكرني اللي هو الاستقرار. صح صح. ممكن تعطي نبذه حق الجمهور الكريم؟ حبيبي انا احب اقول اولا شكرا الى فرفشه، شركه فرفش الانتاج، مؤسسه فرفش الانتاج، شكرا على التكريم وشكرا على اللفته الحلوه، وهذا يدل على طيب بصركم وكرمكم، مو غريب عليكم اهل الحسن دائما كرم. نبغى حق الاعمال اللي كانت قبل بس. والله الاعمال اللي طافت اعمال صراحه واجد ما اتذكرها، بس في بعض منها يوتيوب، ما في سكراب وين، في بيتنا حريجه، في بيت خاص جدا، والمهرجون وايد اعمال. ترى جانا شويه في نفس القناه حقتنا قالوا ليش ما عرضوا سكراب؟ يعني في من الجمهور حابها، ليش ما عرضوها في الحسن؟ شو تقول لهم؟ في امل تعرضونها؟ والله ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، اذا الله كتب المسرحيه اللي جايه تكون ما في سكراب فيها ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذ سامي، احب القلبي سامي. الله ما قصرت بيجيكم بيتون في المسرحيه. حبيب حبيب مو بس الحسن، والله العالم الوطن كله حبيب يتكلم على فعالياتكم هذه المسرحيه. يا انا يا بطه وسعت الصدر، صار لها صدى كبير. عزيز فنان ومبدع، الله يخليكم ويسعدكم، شكرا لكم.